في عالم الفن والإبداع قد لا تنجح إن لم تعمل بجد على خلق الفرصة وصناعتها عوضا عن انتظارها. باختصار هالعبارة ممكن تعبر بشكل ممتاز عن شخصية الفنان الشاب اللي رح نحاوره بعد شوي. فمن بداية الطريق ما انتظر أحمد سرور العروض والفرص بقدر ما حاول أنه يقتنصها ويطور من الأفكار البسيطة بمحاولات لتطويرها حتى تكون خطوات مهمة في مسيرته. أبو عرب واحدة من الشخصيات المبدعة اللي قدمها سرور بالفترة الأخيرة. رح نتابع جزء من سكتش للمرشح الانتخابي أبو عرب ووعود الزائفة ونعود لنكون مع أحمد. أهلا وسهلا فيكم. فقرة أنا بحلها وأنا خلي لي إياكم ويخلي لكم أفكاري النيرة والسياسية. دائما بفكر كيف يمكن أن نطور من الخدمات التي تقدم للمواطن، مثلا كيف يمكن أن نطور المستشفيات الحكومية، كيف يمكن أن يحصل المواطن على خدمة يستحقها، كيف يمكن أن يحصل الطفل على تعليم جيد في المدارس الحكومية، كيف يمكن أن نطور العمل في هذه المؤسسات التي تقدم الخدمة العامة. أنا خطرت لي فكرة، أنا دائما بفكر في مشاكلكم أحيانا، والله ما بنام وأنا بفكر، والله ما بنام. اسمعوا الحل. بيجي بده يستلم وزير يقولوا له كالتالي: بدك تصير وزير بشرط أن لا يتعالج أبنائك وأقربائك من الدرجة الأولى إلا في المستشفيات الحكومية، أن لا يتعلم أبنائك وأبنائك أنت خلص وأبناء أبنائك، لأن إحنا الوزير بكون عمره 120 سنة. هي حلول غريبة وغير مألوفة بيقدمها أبو عرب دائما لكل المتابعين حتى يوصل للبرلمان. وأحمد سرور وصل لعنا في المحتوى. تحياتي أحمد، رمضان كريم. اهلا سيدي، شكرا جزيلا لك وشكرا على المقدمه. يعني أقل هذا من ذوقك والله، اقل مما تستحق احمد. بالنهايه تعال نبلش بابو عرب، كون الناس او مشاهدي البرنامج شافوا مقتطفات منه في حلقات سابقه. ايضا عرضنا سكتش اخر من سكتشات ابو عرب، شخص بيعمل كوميديا سوداء ان صح التعبير، عم بنكت على وضعنا. صحيح. هلا هو الفكره من هاي الشخصيه صديقي انك تحكي عن كل شيء مبالغ فيه، لأنه أحياناً الحملات الانتخابية مش بس في العالم العربي وفي كل العالم بتكون مليانة بالوعود الزائفة وبتكون مليانة بالحكي الجميل جداً وبيكون فيها نوع من أنواع الاستمالة للناس اللي عم تسمعك. فخطرت في بالي أنه أنا أعمل شخصية تنزل على انتخابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً على الفيسبوك لأنه النشيط عندنا كثير في الأردن. وكانت الفكرة أنه هو يكون شخص مبالغ فيه جداً، شخص بلا ذمة وبلا ضمير وبيحكي بطريقة الاستمالة الواضحة جدا والكذب الواضح جدا على المكشوف عم نلعب. هو المشروع ساخر جدا وفعليا للأسف في كتير شخصيات تضحك علينا بهاي الطريقة، بس بيكونوا ضبطين حالهم عند الفوتوشوب وعند دكتور أسنان ومضبط الناس بالأكل وبالشرب. لكن المضمون والتوجه نفسه بس نفس التوجه فعليا. فكانت الفكرة لا خلينا نحكي صوت أعلى ونطلع كل السواد الموجود عند بعض الشخصيات ونقدمها هيك على العلن ونحكي في ناس هيك بس مش صريحين ومش شخصية كوميدية عم بيقدمها ممثل بس عشان يوصل رسالة. الممثل، تعال نروح للموضوع الأوسع أحمد. أنت ممثل شاب في الأردن، اللي بتابعك من بداية طريقك ما بتستنى الفرصة الذهبية توصلك لعندك، أنت عم تحاول تخلق وتطور باستمرار الفرص، وهذا نفس بين مزدوجين مش كثير موجود في البيئة الفنية. يعني عادة الناس بتوقف بتستنى العروض، مش الكل ببادر لخلقها. هلا هما هو الفنانين أنواع، يعني في نوع، يعني اسمعوا كل الطرق صحيحة وبصفي الشخص هو كيف بحب يشتغل. في منطقة أنا بحب، أنا بسمي حالي عامل في القطاع الفني أكثر، بيكون عندي فكرة، فكرة هاي براسي بستناش حدا يعمل لي إياها، بحاول أعملها وبحاول زي ما تحكي أنا دائما بستقبل النجاح والفشل بهيك فاتح داي وحاضن كل النتائج اللي راح تيجي. فدائما أنا بشتغل الأفكار اللي بتعجبني واللي بحسها بتمثلني واللي بحس إنه فيها شيء جديد مع اللي نجحت، والأفكار اللي فشلت واللي فشلت كتير أكتر من اللي نجحت. بس لأنه بالآخر أخوي أنا مهووس بالفن وبحتاج أعمل فن بشكل دائم، فدائما ما بقدر أضل ثابت بحالة سكون، لازم أضل أتحرك. فلاقيني شوي بالإذاعة، شوي بالسكتشات، شوي بحاول أعمل شخصيات وهمية، بعمل مسرح شارع وشخصيات افتراضية، بعدين بتلاقيني كمان بشارك بمسلسلات تاريخية وكوميدية وبدوية. فبحاول زي ما تقول أضل عم بشتغل بالفن لأنه هذا المكان الحيوي والمجال الحيوي تبعي. واسمع، وبعدين أنت بتعرف كيف أنا ماشي ورا قلبي دليلي هو اللي مشيني، فأنا وين قلبي بيقول لي روح بطحش.
عم بتروح وبتوصل لمحلات مبدعه وجميله جدا. لابد لك على ابراز الشباب الاردني في الميديا، يعني بال2010 قبل شوي وما بعد شوي سنوات، وكانه يعني تصدرت المشهد العربي من ناحيه السوشيال ميديا ومواقع التواصل، الطاقات الاردنيه، الكوميديا الاردنيه، سكتشات، كان في نشاط كبير. هل برايك انتم بعد الشباب الاردني عم بيقدم لنا المنتج بنفس المستوى؟ هل تطورتوا في يعني اوصف لي المشهد اليوم بعد 10 سنين من تاريخه؟ هلا بعتقد انه هي كانت فتره بدايه السوشيال ميديا وبدايه البرامج على السوشيال ميديا اللي بلشوا بهذيك الفتره، اسمائهم ثبتت وعلمت عند الناس اكثر، واغلب الناس اللي عملت الفيديوهات عملتها لانه هم اصلا محتكين ومنخرطين بالمجال الفني بشكل او باخر، فكان عندهم شيء يحكوه او كان عندهم شيء يعملوه. لكن مش بس بالاردن، وكثير من 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 الدول العربيه الموجوده صار في كثير ناس بهدفها الشهرة مش عنده شيء يحكي، بس هدفه انه يشوف الناس شو بتعمل عشان تنشهر، ويبلش يقلد في الناس او يحاول يعيد صياغة تجارب بشكل او باخر، يعملها طباعة كاملة. فللأسف هاي الفترة المشهد صار مليان باشخاص يمكن معروفين بس هدفهم مش فني قد ما هدفهم الوصول للحالة الافتراضية المثالية للحياة تبعت السوشيال ميديا. فالإشكالية هلأ أنه عن جد إذا بترجع ل2010 في كل الدول العربية بما منها بما فيها الأردن، كان السبب تبع أنك تحط كاميرا قدامك وتحكي هو أنه عندك شيء تحكي، في شيء بدك تقوله، أنت أصلا منخرط في القطاع الفني بس مش عم بتلاقي فرصة، ولقيت هذا ما كانت تعبر فيه عن أفكارك، أنت حسيت أنه هاي المساحة ممكن تكون لإلك، خاصة أنها كانت مجانية وبتكلفش إشي، فأنت حكيت خليني أجرب حظي وأرمي هالحجر في المي وأشوف شو العشوائية اللي ممكن يصنعها. لكن الآن للأسف في مصفي السؤال كيف بدي أنشهر وليش بدي أنشهر، وهذا السؤال مش عم بيجاوبوا عليه كثير الفنانين الشباب، وهاي هي المشكلة. المشكلة أنه شوف مع الإخفاقات ومع التجارب الغير ناجحة ومع تقالة الدم أحيانا، مع الزناخة كمان هاي عشان الواحد يكون صريح، ومع الثقافة ومع القراءة ومع التجربة ومع التعلم بالمشاهدة والتعلم من خلال العمل والتعلم من خلال الدراسة، في شيء لازم يكون بدك تحكيه، ولازم تكون بشكل أو بآخر عندك شيء بدك تحكيه أو توصله. للأسف الأيام هاي الواحد بيكون بس بده يحكي لأنه بده يحكي، لأنه بده ينشهر، لأنه بده يكون معروف، لأنه بده عدد فولورز، وبنلعب اللعبة هاي لا نهائية. يعني شو الرقم اللي ممكن توصله كعدد متابعين في حياتك؟ هو عدد لا نهائي، بتبطل توصل لمين؟ لا عم بيقولوا بتبطل تشبع، يعني بتصير بدك دائما زي جرعة مخدر كل الوقت بدك جوع جوع. طبعا بتجوع، بتصير بدك كمان. اسمع في ناس كثير عم تنهوس من الموضوع، اذا بنزل شيء وبيجيبش مجموعة من اللايكات او عدد معين بنجن. انا بقدرش اكذب عليك احكي لك فترة معينة من حياتي 13 12 13 14، اللي هي 2013 و14 15، كان عندي هذا المرض انه اذا بحط بوست وبيجيبش هالقد بشطب، اذا بعمل حلقة وبتجيبش هالقد بشطبها، لانه انا بدي اجيب اكثر لانه بدي عدد متابعين اكثر. بس اخوي بتعرف كيف لعبه الكاندي كراش كل ما خلصت ليفل فتت على ليفل؟ بعرف. حاله لا نهائيه، 1000 متابع، 200000 متابع، مليون متابع، 5 مليون متابع، 10 مليون متابع، 200 مليون متابع، مش مهم. المهم هل انت تحترم ماذا فعلت وبتحترم شو اشتغلت؟ هل كان في عندك شيء بدك حاول توصله؟ في رساله حاب توصلها او في حاب او في عندك طاقه بدك توصلها، عندك رساله بدك تحكيها او شيء تاثرت فيه بدك تقوله. المشكله هلا احنا ضيعنا السبب والهدف ليه. لكن اعتقد احمد بين كل هالمشهد وكل هالفوضى في عالم السوشيال ميديا عموما، مش عم بحكي في الاردن في شكل خاص، تبرز بعض الاصوات اللي بهمنا نضل نسمعها، منهم صوتك احمد سرور. رح نتابعك باستمرار ودائما، خليك نشيط وخليك مؤمن انه لك شيء في هذا العالم، لانه احنا مؤمنين فيك كمان بنفس الطريقه. شكرا جزيلا، وعن جد بتشرف انه انتم شفتوني مناسب اني اطلع معكم في البرنامج، يعني هذا كثير بيشرفني الموضوع، ولقاءات اخرى صديقي، وان شاء الله في الانتخابات النيابيه القادمه بدنا صوتك. على الاكيد احمد ابو عرب، مش الي ابو عرب. شكرا لك احمد سرور حبيبي اخوي، شكرا.